ما هو أهم ما يجب علينا أن نتعلمه من الحسين؟ أعتقد شيء مهم جدا أمران. الأمر الأول الإخلاص. حينما تكون مخلصا لله فإن الله يهديك. أخلص عملك كما أخلص الحسين. الحسين إخلاصه كان في القمة، المثال الأعلى. في كل عمل من أعمالك حاول أن تكون مخلص حتى يهديك الله. والأمر الثاني أن تتخلص من الجبت وتتخلص من الطاغوت. الجبت هي تلك العوامل النفسية التي تمنع الإنسان من التمسك بالحق والانطلاق في الحياة. شوف إذا واحد مثال مادي أضرب لك إياه، لو أن أحدا كان عنده مرض عضال، لا سمح الله مرض سرطان، وعنده آلام شديدة، أي شيء من الخارج ما يشد إلى لا مناظر جميلة، ممكن جالس في جلسة معك وكأنه غير موجود معك، لأنه يعاني من آلام، عنده مشكلة داخلية، ما يقدر بعد يهتم بما حوله. نفسيا أيضا نفس الشيء، الشخص الحسود، الشخص الحقود، الشخص الذي يعاني من أمراض نفسية، هاي الأمراض النفسية تمنع من الانطلاق، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. التخلص من الجبت كمقدمة لمواجهة الطاغوت هي من الدروس الأولية في نهضة الإمام الحسين عليه السلام.